من جانب آخر، شدد عدد من ممثلي الجهات الداعمة لفريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية على ضرورة تقديم أوجه الدعم والمناصرة للفريق، منوهين إلى النقلات النوعية التي طرأت على أداء فريق البحرين ميريدا والإنجازات التي قام بتحقيقها بالشكل الذي وضع اسم البحرين على خارطة كبرى المحافل الرياضية الدولية، خصوصا في رياضة سباقات الدراجات الهوائية. يوم شفنا الفريق يتطور وشفنا الأمور تتطور، قلنا لابد أن كشريك استراتيجي في البحرين وكوكيل استراتيجي في البحرين أن ندعم 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 الفريق وندش شراكة معهم على أساس يصيرنا الحدث عالمي ويصير الحدث على مستوى البحرين، وفيه تطور وما شاء الله يعني الفريق يعني قاعد يتطور يوم عن يوم يوم عن يوم، وهذا شيء إيجابي. جدا فخورين بهالرعاية، وإحنا شركاء مع فريق ميريدا البحرين منذ بدء تأسيس الفريق، وهذه طبعا توجيهات من معالي وزير نفط رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكوش معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد. والنجاحات اللي حققها الفريق على مدى السنوات هذه من الشراكة أضافت لنا كثير، لأن هذه يعني هي تسويق حق البحرين في الخارج ونتائج مشرفة وتشجيع للنشء والشباب الانخراط في هالنوع من الرياضات اللي تقوي الصحة البدنية والصحة العقلية.